عارف ان علاقتك بجمهور النادي الاهلي علاقه جيده جدا يعني، وفي لقاء سابق كنا تحدثنا عن ازمه جماهير النادي الاهلي، والحمد لله والشكر لله انفرجت الازمه بشكل كبير جدا جدا وفي طريقها ان شاء الله أتمنى أتمنى النهايه ان شاء الله. والحقيقه الدوله واخده خطوات ممتازه في هذا الامر، ونسمع اخبار طيبه قريبا باذن الله عن باقي اولادنا. ازمه جماهير الاسماعيلي انفرجت الحمد لله كلهم، ودي اسعدتني جدا والله ان جمهور طبعًا. النادي الاسماعيلي طبعا كلهم يعني اصل في النهايه كله احنا اخوات وشباب، وبيبقى حماس كلهم يعني حماس شباب، فانت برضو يعني بتبقى بتتاثر جامد يعني، حتى على الاهالي اللي بتبقى اولادهم بقى لهم سنه ونص وسنتين، الموضوع صعب جدا يعني طبعًا. فصح زي ما حضرتك قلت حصل خطوات ايجابيه، والدوله مشكوره الحمد لله في كل الجهات الامنيه ساعدت، واعداد كبيره خرجت، لا زال في اعداد ثانيه موجوده جوه في قضايا مختلفه. اتمنى ان شاء الله يكون في نظره ليهم ويخرجوا مع بقيه المجموعات، ويتم بقى احتواء جديد لروابط الجمهور وللشباب لكل الطوائف يعني، الاهلي زمالك اسماعيلي. الاهلي فاميلي الجديده دي عجباني الحقيقه يعني، هو كله بيبقى ليه فكره، كله بيبقى ليه طريقته يعني، لكن انا في النهايه بعيدا عن المسميات يعني اتمنى ان يبقى في نظره لروابط الجمهور القديمه مره اخرى يعني، حتى يعودوا كمان لتشجيع المنتخب لانه ده مهم. هي يعودوا لتشجيع المنتخب، احنا في وقت من الاوقات كان عندنا كل الانديه وكل الجمهور الانديه كان بشكل قوي جدا متواجد على الارض، وكان الجمهور كله بيبقى في ظهر نادي، وبالتالي كان الجمهور ده عنده شغف وعنده حب، فكان كلهم بيروحوا مع بعض بقى ماتشات المنتخب لان كان في حاله معينه. الحاله دلوقتي ممكن فيها تخوف شويه، فيها قلق شويه، حتى الاهالي يخافوا، بس هي انا شايف ان في خطوات بتحصل صحيح افضل ان شاء الله. اتمنى وانا عايز احيي مجلس اداره الاهلي الحقيقه، لان انتوا قايمين بدور جبار في كل الاتجاهات، حتى في موضوع التذاكر وفي موضوع اسعار التذاكر والتفاوض، لانه يعني انا خايف بكره جدا انه الجمهور، لان مدرب فريق استاد ابيجان قال لك ان الرعب عندي من الجمهور بتاع النادي الاهلي، وهو اتفرج على ماتش العين وكان القصه بالنسبه له العين دي، لان انا ليا علاقات جيده باخواتنا في العين، قالوا لي لحد دلوقتي احنا مش مصدقين المنظر المرعب اللي حصل قدامنا. ماتش العين احنا حتى كنا انا ومحمد الجارحي كنا في استقبال الوفد بتاع النادي العين في المطار، ناس محترمه الحقيقه جدا قوي. ماتش خلص 3-0، فاحنا شفناهم جنبنا في المقصوره بيبتسموا سعداء، ورحنا سلمنا عليهم يعني ونقول لهم هارد لك وكده، كانوا منبهرين بشكل بيصوروا ومبسوطين، وخدنا صور مع بعض كلنا وحاله يعني تالف جميله، واخواتنا وحبايبنا، وكانوا شكل الجمهور جميل بالنسبه لهم وعاجبهم، والاستاد مليان والكلام ده. ونتمنى ان ده يكون موجود ان شاء الله بكره، اتمنى انه يكون موجود بكره، اتمنى يكون موجود في ماتشات الدوري، يبدا نرجع تاني للساعه الكامله، لان برضو كابتن شوبير الموضوع ده غير اللي هو اهم في حاجه موضوع معنوي كجمهور، انت برضو الناحيه الثانيه بقى كموضوع بنتكلم كايرادات او كده نادي طبعا متاثر جدا، انت بيمثل لك انت عالميا موضوع التيكتنج او الجماهير ده 30% من ايرادات الانديه. مظبوط احنا هتيجي تحسبها في النادي الاهلي مش مكمل 1%، 1% انت مش بيجيب لك حاجه تقريبا يعني كماتشات دوري، وحتى بالمقصوره الرئيسيه بتبيعها سيزون تيكت بالاماميه بكل حاجه، مش مكمل 1%، مش مكمل اللي بيدخلك مثلا 20 مليون جنيه في السنه ولا حاجه، حاجة وانت في مصاريف يعني، انت الاستاد القاهره في رنت للاستاد وفي خدمات امنيه وخلافه، فانت ما فيش يعني بالنسبه لك مش بيدخلك حاجه يعني يعني. فطبعا نتمنى ان هو يبدا يرجع بشكل قوي زي زمان. ده جزء من العين قبل المباراه، انت عارف المباراه كانت بالليل والجمهور كان من بدري موجود في الاستاد، صوره تظل خالده، وبعدين هجيب لك الصوره والملعب كله بقى مليان على اخره بالجماهير اللي الحقيقه عملت ملحمه. وانا دايما يعني بارخ لمباراه الكره المصريه، ده من وجهه نظري انا الشخصيه، بعض بيغضب مني ما قبل مباراه العين وبعد ما قبل مباراه الاهلي والعين وبعد مباراه الاهلي والعين، مش الحضور الجماهيري، الحضور بيبقى مليان على اخره، لكنه طريقه التشجيع وشكل التشجيع والاستنفار العام بكل الحب وكل الاحترام للمنافس والمسانده الرهيبه جدا لفريقك في هذا اللقاء من قبل المباراه وفي وسط المباراه وبعد المباراه، انا ما كانش في غلطه، ما كانش في غلطه الحقيقه، مفيش غلطه حقيقه من الجمهور ومن الامن ومن كل الجهات والله الحقيقه يعني، هم كله كان متعاون جدا في اليوم ده، وحتى لما حصل بعض الاخطاء من مجاميع قليله او تذاكر ما كانتش موجوده، لا طلعوا بعديها على طول يعني، الدنيا كانت اتعالجت بسهوله، تذاكر مزوره يعني قصدي الدنيا مشيت، هو ده اللي بنتمناه ان كله يبقى بسلاسه يعني صحيح. لكن الشكل كان رائع، الشكل كان رائع ومنظم بص المنظر ده
ده انا بقول لك ده مشهد فريد من نوعه يعني. انا بقول لك مش حضور اولا تقريبا 99% بالتيشيرت الاحمر، الغنى والهتافات والتشجيع لم تنقطع من بدايه من قبل المباراه بساعات حتى نهايه المباراه. ما شاء الله مسانده ومؤازره. لا اليوم ده يظل عالمي، عشان كده بنتمنى الاستمراريه ان شاء الله لكل نعم. جمهورنا بنتمنى ان كله يتلاحم مع بعضه، بنتمنى ان المشهد اللي بنشوفه في القاهره نشوفه في المحافظات، نشوفه ويبقى نعم. كل يعني الجمهور النادي الاهلي على قلب رجل واحد او كتله نعم. واحده، ما يكونش فيه تفككات او مجموعات مختلفه يعني. اللي ما راحش بتيشيرت احمر يرميها، بس هو يا تيشيرت احمر يا تيشيرت الثاني بتاع النادي الاهلي برضه يعني. نادي الاهلي بس يكون بردان شويه لابس جاكيت تريننج ولا حاجه، لكن الكل الحقيقه بالشكل الجميل. هم شباب مشكورين كلهم.